قطان الصقط حطوه براسي كيس وعلقوني فلقه شلعوا اثنين طيحوا من ظافيري. زين شو سوى انا مثل مجرم قاتل؟ زين انا وبالدعوه زين هذا فصلنا عشاريين وهذا اللي ذبانه فصلنا عشاريين وصرت انا سارق بيتي. ادي قيس قاسم للبصره. قيس يقول انا عسكري تابع لاكاديميه الخليج العربي، عندي خدمه 17 سنة. احنا ببيت عمي يقول سرقن بيوت طيور زينة سعرهن 100,000 وانا اكون الشاهد بدعوة. حولوني من شاهد الى متهم اثر تعذيب وخنقوني خنق بشيس. انا احلفك يتوصل صوتي الرئيس شياع السوداني. بيت عمي سرق طيور زين طوني اياه. وين؟ السلام عليكم استاذ. هلا هلا بقيس، شلونك؟ شلونك استاذ؟ ربي يوفقك، شلون صحتك؟ قيس انت شلون شاهد؟ شلون صرت حرامي؟ استاذ انا منتسب تابع لأكاديمية الخليج العربي، لدي خدمة 17 سنة. فاحنا انسرقنا طيور مالزينة بيت عمي. اي. من سرقنا طيور مال الزينة انا بالواجب ظلينا ندور عليه لمدة 3 أيام ما لقيناهن. فلقيت ولد بالمنطقة عرفه مو راح، سألته عن طريق قلت له اريد طيور مال الزينة، قال لي جايبين برج مال بوقة. اي. فانا من قال لي جايبين برج مال بوقة بلغت ابن عمي. زين. تحركنا انا وابن عمي على هذا الشخص اللي اخذني دلينا على ذاك، رحنا انا وابن عمي وهذا الشخص اللي دلينا، رحنا لقينا البوقة ببيت هذا الشخص اللي رحنا عليه. الطيور لقيتوهن بنفس المنطقة؟ لقيناهن من لقيناهن استاذ. اي لقيناهن بنفس المنطقة؟ لا مسافة عنا، يعني مسافة عنا. لقيناهن من لقيناهن؟ اي هذا الولد مذبوب من العشيرة وما حد وراه بس نسوان تركوب. اي فظلت ما طلعنا لمدة 7 أيام ما طلعنا اي نتيجة. يتباطل وياكم شنو ما باعلكم؟ اي قام معي هاي جبتني من السوق ها مشيني، لانه هو حرامي معروف يعني على مستوى عالي يعني معروف يعني، بس هي الدوله ما تقدر تتحرك علي لانه وراه حلواتي رقباني حلواتي طلع عنه. قاسم هسه نجي على طلبة الحلوات بعدين. إيه؟ انت من بس دقيقة سوون علي دعوة. بس دقيقة بابا ابن عمي باسم الدعوة. انت بس ماكو يومين قاسم تسمعني لو لا؟ سوى ذب الولد الشخص الدلالنا علي. قاسم إيه؟ تسمعني؟ اه جاوبني على سؤالي. الولد اللي قال لك اللي لقينا برج مال بوقة واخذك لهناك طلع لكم الطيور بالقفص شفتوهن؟ اي لقيناهن واخذناهن وصار علقاء القبض ولقوا عنده وجبة ثانية هم لقوهن الدولة لقتهن. ها اخذت الطيور رديت الطيور رديت رحت اشتكيتوا وعدكم شاهد الولد ادلاكم. ايش صار بعدين؟ اي وصار بعدين الولد الحرام تسوى ذب الولد الدلانة علي. ايش قال عليه؟ قال انا مشتري من هذا جابكم علي وهذا. أيه. وين استاذ؟ فصلنا 2.5 مليون ورجع لنا البوقه ورا 6 أشهر ما 7 أشهر لاقاني قال اقول لك الا ما تخلصني انا اذبك. قلت له لك انا اول شيء انا منتسب عسكري وسمعتي حلوه بالمنطقه. هذا الدلاك يقول لك ايش؟ والله العظيم قلنا مشتريت من عندك الدلاك. اي الدلاني خوش استاذ. بعد انا رحت يعني ضحكت علي قال شنو يذبني انا رجال عسكري ولدي سمعتي حلوه وخدمتي 17 سنه ولا عد غياب وملتزم بدوامي ورا صدق ورا 6 أشهر مدى 7 أشهر كظم هذا الولد اللي دلاني. اي استاذ صح بي ذباني انا. اي تسمعني استاذ؟ اسمعك. اي اي من ذباني جماعه ما شاء الله انا صار مشتغلات من الحلوات انا ما ادري. اي صقط انا الصقط حطوه براسي كيس وعلقوني فلقه شلعوا اثنين طيحوا من ظافيري. زين شو سوى انا مثل مجرم قاتل؟ زين انا وبالدعوه زين هذا فصلنا عشاريين وهذا اللي ذبانه فصلنا عشاريين وصرت انا سارق بيتي. السجنت 6 أشهر بالحكم البسيط وانا بالواجب عندي اوامر قسم عندي كتب عندي شهايد. اي انا ناشد دولة رئيس الوزراء ناشد وزير الداخلية انا اتدخل بقضيتي. هذا يا مركز يا مركز الشرطة يا مركز الشرطة. ها وين كتلوك بيا مركز الشرطة؟ المركز الشرطة مال عمي الداخلي. وين هذا؟ مركز الجهاد بيا محافظة. مركز الجهاد يسمونه هذا بالبصرة. مركز الجهاد بالبصرة. بالبصرة زين انت عذبوه وراها القاضي القاضي طلعك براءة. اسمعني الشيعة محمد السوداني هسه عوف الشيعة السوداني بس اسمعني
القاضي ورا ست اشهر طلعك براءة؟ لا حكمني بالحكم البسيط، انا بالواجب حكمني. زين، انت اعترفت من الكتل؟ ايه تعذيب استاذ، ما اتحمل التعذيب انا، خلقوني خلق بكيس، الله يرضى محمد الاسلام. زين، يطلعون اثنين مظافير واشتافات يطقن، شنو مسوي انا؟ مجرم؟ انا زين. انا في الدولة. والولد الولد الدلاك، الولد الدلاك هم من حكم ست اشهر له؟ لا لا، الولد الدلاني انحكم 4 اشهر، وذاك الحرام انحكم 8 اشهر. هذا الولد الدلاني فصلني عشاريا، يعني 30 مليون صار المبلغ. اي عسى تعال، احنا شلون نثبت التعذيب؟ هاي القصة اللي بالقضاء ما ادري شلون، انا بس ارد اقول قصة واحدة ودائما اقولها، شنو مصلحة المحقق لما يجبر واحد على الاعترافات تحت التعذيب؟ شلون؟ انا بس هاي القصة اريد يجاوبني عليها. عندي والله هاي، انا اعتبرها هاي من الاسئلة الكونية الكبرى. زين، شلون ضميره يرتاح؟ والله بعد ما ادري. هاي القضية امام السيد وزير الداخلية، انا ادز له المقطع. انت عندك ما يثبت بابا؟ والله العظيم استاذ انا اقطع كلامك، والله العظيم استاذ، والله العظيم استاذ، بس يجيبون مرتي الحرامي راح تطلع القصة وراح تطلع الكارثة. زين، هسه هم ذول يعذبوني على ذمة التحقيق، ذول يعذبوني دبوهم بالسجن، قدم طلب الرئيس الوزراء وزير الداخلية. هسه بالسجن؟ مجلس فورا بالسجن هم؟ لا طلعوهم كفالة، بس واحد من عندهم ما جايب كفيل، ولحد الان المجلس ما كامل. والله يعني هذا الوزير، هذا الوزير الداخلية الحالي انا ادري بيه، السيد الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري ما ينام ليل ونهار، وهاي القضايا هاي القضايا موروثة، هاي القضايا موروثة. يعني هذه تدرون انه هاي القصة دا تصير بها مساومات عالية جدا، عالية جدا، والقضايا تعامل مع وراق. عمي مو صوت القاضي، بوقتنا تطيك مليون ونص، شو اعطيك مليون ونص؟ المن تطي مليون ونص؟ هذا النقيب، النقيب نفسيتي. شو اسمه النقيب؟ نقيب سجاد. هذا مركز الجهاد بالبصرة نقيب سجاد؟ ايه هو والله العظيم طلب علينا مليون ونص، قال لي والده، قال لي فوق بوقة بيتي اعطيك مليون ونص، شلون اعطيك؟ اول مره اهلي سجاد هسه بالسجن لو بالتحقيق، سجاد بالسجن لو بالتحقيق يا صار مليون ونص بعد ما ادفع، وظل يصيح ضال المركز. اقول لك سجاد هسه وين؟ هو نقلوهم طشروهم كلهم، النقله مو النقله، لا 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 دقيقه بابا، دقيقه انت مطالب مطالب الان وزير الداخليه، هذا المقطع الان يسمعه، انت مطالب ان تثبت على نقيب سجاد وزير الداخلية. بس اسمعني ابني، اسمعني بابا، اسمعني بابا، انت مطالب ان تثبت انه نقيب سجاد راد منك مليون ونص. الله شاهد، مليون ونص والشهود حاطينهم واحد معقل، هذا تفسير يعني كفونا روحنا هذا ماشي ماشي ماشي. انت سيد وزير الداخلية وسيد مدير الاستخبارات الفريق ماهر، انا ابعث لكم المقطع، سجاد في مركز الجهاد بالبصرة وقيس بالبصرة، ورقم تليفون يمين فتح تحقيق انه سجاد فعلا مليون ونص رايد منه لو لا، وسجاد ما ينقل، سجاد يجب ان يحاسب اذا مذنب، وانت ايضا تحاسب اذا ما تثبت اتهامك. وهذا حتى نأسس لدولة، شنو 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 يجيب مليون ونص؟ شنو حلوات يطبن ويطلعن؟ عموما انتظر مني خبر يا قيس.